أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن انعدام الثقة مع الدوحة هو وراء تفاقم الأزمة الحالية مع قطر. وأشار الوزير في تصريحات أدلى بها في ندوة في المعهد الملكي للشؤون الدولية بالعاصمة البريطانية لندن إلى أن قطر لديها احتياطي نقدي يصل إلى 300 مليار دولار يستخدم في دعم الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن قطر لها علاقات بالقاعدة وتنظيمات مشابهة، كما أنها تاريخيا تمول الإرهاب على أعلى المستويات. وأردف قرقاش أن قطر أنفقت الملايين لإضعاف مصر وعملت على زعزعة استقرار السعودية والبحرين، موضحا أن الدور القطري في زعزعة الاستقرار يجب أن يتوقف. ودعا قرقاش إلى فرض مراقبة دولية على قطر للتأكد من التزاماتها بتعهداتها ووقف رعايتها للأفكار الإرهابية. وقال الوزير الإماراتي إن إيران تحاول الاستفادة من ممارسات قطر.